أدعو السيد عزيز أخنوش رئيس حكومة المملكة المغربية الذي سيلقي كلمة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية فليتفضل شكرا لي الشرف أن أتلو عليكم النص الكامل لكلمة جلالة الملك محمد السادس نسأل الله الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أخي الأعز صاحب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين رئيس القمة العربية أصحاب جلالة والفخامة والسمو المعالي معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أود في البداية أن أعرب لأخي الأعز صاحب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن خالص شكري وبالغ تقديري على دعوته الكريمة لنا لحضور هذه القمة العربية متمنيا لمملكة البحرين الشقيقة كامل التوفيق في رئاستها لهذه الدورة الثالثة والثلاثين كما أتوجه بجزيل الشكر لأخي المبجل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان على الرئاسه الناجحه للقمه العربيه في دورتها السابقه. اصحاب الجلاله والفخامه والسمو والمعالي ان انعقاد هذه القمه الهامه في ظرفيه عصيبه جهويا ودوليا يجسد حرصنا المشترك على مواجهه القضايا الملحه لامتنا العربيه. وفق رؤية استشرافية وواقعية تروم النهوض بالاوضاع الراهنة ورفع التحديات الامنية والتنموية التي تواجهها. وفي هذا الصدد فان الظروف الصعبة التي تمر منها القضية الفلسطينية جراء العدوان الاسرائيلي السافر على قطاع غزة تجعلنا اكثر اصرارا على ان تظل القضية الفلسطينية هي جوهر اقرار سلام عادل ودائم في منطقه الشرق الاوسط. وهنا نجدد التاكيد على دعمنا الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق من اجل استرجاع حقوقه المشروعه واقامه دولته المستقله وذات السياده على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقيه على اساس حل الدولتين. لقد أبانت الأعمال الانتقامية في قطاع غزة عن انتهاكات جسيمة تتعارض مع أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لذلك نجدد إدانتنا القوية لقتل الأبرياء كما نؤكد أن فرض واقع جديد في قطاع غزة ومحاولة التهجير القسري للفلسطينيين أمر مرفوض لن يزيد إلا من تفاقم الأوضاع ومن زيادة حدة العنف وعدم الاستقرار. وهنا نؤكد بأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية الموحدة، مشددين على ضرورة الإسراع بتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة بأكمله وبكيفية مستدامة وتعزيز حماية المدنيين العزل وبصفتنا رئيس لجنة القدس سنواصل وبتنسيق وثيق مع أخينا فخامة السيد محمود عباس رئيس دولة فلسطين بدل المساعي الممكنة للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي والحضاري للمدينة المقدسة وبالموازنة مع ذلك نواصل من خلال العمل الميداني الذي تطلع به وكاله بيت مال القدس الدراع التنفيذيه للجنه القدس انجاز خطط ومشاريع ملموسه تروم صيانه الهويه الحضاريه للمدينه المقدسه وتحسين الاوضاع الاجتماعيه والمعيشيه للمقدسيين ودعم صمودهم وبقائهم في القدس اما في ما يخص الاوضاع الاليمه والمؤسفه التي تعيشها بعض الاقطار العربيه الشقيقه فان المملكه المغربيه يحدوها الامل في ان تستقر الاوضاع بهذه البلدان على اساس تغريب الحوار والمبادرات السلميه بعيدا عن منطق القوه والحلول العسكريه للوصول الى حلول عمليه ناجعه ومستدامه. اصحاب الجلاله والفخامه والسمو المعالي اننا نسجل بكل اسف ان التكامل والاندماج الاقتصادي بين بلدان منظمتنا لم يصل بعد إلى المستوى الذي نطمح إليه رغم توفر كل مقومات النجاح لدى دولنا وهنا يجب التأكيد على أن هذا الوضع ليس قدرا محتوما وإنما يتطلب اعتماد رؤية واقعية تؤمن بالبناء المشترك وتستند إلى الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية والامتناع عن التدخل في شؤونها وعن زرع نزوعات التفرقة والانفصال وفي هذا السياق لا يسعنا إلا أن نتأسف من جديد على عدم قيام اتحاد المغرب العربي بدوره الطبيعي في دعم تنمية مشتركة للدول المغاربية ولا سيما من خلال ضمان حرية التنقل لأشخاص ورؤوس الأموال والسلع والخدمات بين دوله الخمس أصحاب الجلالة والفخامة والسمو المعالي إن مستقبل أمتنا العربية يظل رهينا بإيجاد تصور استراتيجي مشترك وتوفر إرادة سياسية صادقة لتوطيد وحدتها وغص صفوفها بما يخدم المصالح المشتركة لشعوبنا وتحقيق تطلعاتها إلى المزيد من التفاهم والتواصل والتكامل بين مكوناتها. وهو ما يقتضي عناية خاصة لثروتنا البشرية في مقدمتها الشباب العربي وفتح آفاق التأهيل والإتقاء أمامه، لا سيما من خلال تمكينه من وسائل وآليات التعليم والتكوين الحديثة وتوفير المزيد من فرص الشغل في مختلف المجالات مما يؤهله للانخراط في الحياه السياسيه والاندماج الاقتصادي والاجتماعي. ذلك ان اعداد وتاهيل شباب واعي ومسؤول هو الثروه الحقيقيه لدولنا هو السبيل الامثل لتعزيز مكانتها وجعلها قادره على النهوض بقضاياها المصيريه وان تكون فاعلا وازنا في محيطها الاقليمي والدولي. وفقنا الله جميعا لما فيه خير وصلاح امتنا العربيه وتحقيق تطلعات مشروعه لشعوبنا على والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته شكرا لمعالي السيد عزيز خنوش